طبعا الحين أنا ومروة متكلم عن فكرة الإبداع. الإبداع هو النظر إلى المألوف بطريقة غير مألوفة، وكل من اتبع هذا النهج حقق النجاح على كافة الأصعدة. بأنامله الساحرة يبدع الشاب إسماعيل أيوي ابن مدينة آسف المغربية بالرسم بالملح ليشكل لوحة فنية متميزة. نتعرف أكثر مشاهدينا على موضوع أكيد مع الرسام إسماعيل أيوي، هو معنا عبر تطبيق زومي. هلا ومرحب فيك وصباحك ورد. صباح النور. بداية أستاذ، هل في طرق عديدة للرسم؟ أكيد لا، بس ليش اخترت الملح بالتحديد؟ أهلين بكم أولا، شكرا على الاستضافة. لماذا الملح؟ هو كان هناك طارق، يعني الظرف اللي حتم علي أنني أرسم بالملح هو الحجر الصحي، فكان يجب أن أستغل أي شيء موجود في البيت حتى أخلق الإبداع وأملأ الوقت يعني اللي عندي شيء. فكانت الملح هي الشيء يعني الرخيص، الشيء اللي موجود في أي منزل عربي أظن أو أي منزل في العالم، فأحاول أن أستغل ذلك الشيء البسيط الرخيص وأخلق منه الإبداع والتميز. ايضا استاذ اسماعيل، الفكره لما قرانا عنها انا ومروه كانت جدا صعبه التصديق، فكيف من الممكن انك تختار هذه الفكره وايضا تطبقها على ارض الواقع؟ هو اولا ان الفكره هي ليست حصريه، يعني ليست من ابتكار او اختراع، الفكره هي موجوده بس قليله جدا لصعوبتها. انا كنت اول رسام ملح في المغرب، فكانت أنني أرسم بالملح كانت شوية صعب بحكم نوع الملح الذي يستخدمونه الأجانب، ليس هو من نوع الملح الذي عندنا، ولكن الحمد لله استطعت أن أتغلب عليها، أبدأ درجات يعني مراحل حتى وصلت لمستوى جيد. نعم، كم تحتاج تقريبا من المواد أو من الوقت لإنجاز العمل الفني؟ وهل جربت ترسم بالرمل؟ لأن الملح قريب يعني أحس من الرمل ولكن تختلف الألوان. الفرق بين الرسم بالملح والرسم بالرمل أن الرسم بالرمل يعطيك عرض يعني شيء، رسم بالملح لا، هو رسم يكون فيه تفاصيل دقيقة جدا، يأخذ وقت، الرسمة تأخذ لي من ساعتين إلى 5 ساعات، هناك رسومات تكون تفاصيلها صعبة تأخذ وقت كبير. إن شاء الله سأجرب الرسم بالرمل كما سأجرب العديد من الأنواع الرسم التي هو غير متداول، يعني كرسم بالملابس أو رسم بالنار أو رسم على البيض والعديد من الأشياء. أيضا أستاذ إسماعيل، هل الفكرة جات من حيث وجودك بشكل كبير في أو التزامنا بمنازلنا في هذه الفترة، ولا من وين أتت هذه الفكرة؟ هي الفكرة أنا رسمت بالملح في 2017، يعني 2017 رسمت بالملح، ولكن لضيق الوقت والظروف لم يكن لدي الوقت لأبدع أكثر فيها، ولكن الحدث الرئيسي الذي خلاني أنني أنتشر يعني رسم بالملح أو ينتشر أكثر هو هذا الحجر الصحي، يعني الظروف الآن حاولت أنني أستغل الظروف، لكل شيء لكل مطالب الشركات الإنترنت، يعني الكل لفت ذلك الطريقة الجديدة أنه هناك رسم بالملح، الكل أظن أنه أول مرة يعني يرى رسم بالملح، فكانت غريبة نوعا ما وجميلة أيضا. نعم أستاذ إسماعيل، تعتبر أكيد مادة الملح زائلة وأكثر ما يسعى له أي فنان هو توثيق عمله، فكيف توثق عملك أو كيف توثق أعمالك وخاصة أنها هي عن طريق الملح؟ هذا هو أكبر مشكل أجده حاليا، هو أنه الملح هو رسمة ترسمها في البال تمسح كل شيء، ولكن أحاول أن أوثق بالصور وفيديوهات، أخذ أكبر قدر من الصور الممكنة، ولكن هناك إن شاء الله مشروع أشتغل عليه هو معرض للرسم بالملح، وهذا ما دفعني أن أفكر أن ألصق الملح، يعني إن شاء الله أنا أقوم بتجارب على الملح كي ألصقها وتبقى كما هي، إن شاء الله سيكون هناك لوحات لتعرض في القناة. إن شاء الله بإذن الله. وبعد تجربتك مع صنع اللوحات بالملح، فكرت أستاذ إسماعيل أنك تنتقل من هذه التجربة لاستخدام مواد أخرى؟ نعم، الآن أنا أشتغل على العديد من المشاريع اللي هي الرسم بالدبابيس، هناك طريقة جديدة ربما ستكون لأول مرة في المغرب العربي، هي الرسم بالدبابيس،
ثم هناك الرسم على القشر البيض، هناك الرسم بالملابس، هناك الرسم بالنار، يعني العديد من الطرق. يبقى فقط الوقت هو العملة الأصعب. أما الإبداع، الشباب المغربي عامة معروف عليهم أنه يخلقون من لا شيء أي شيء. نعم أستاذ إسماعيل، من كان الداعم الأساسي لك من بداياتك، أو خلينا نقول اللي شجعك على هذا الفن؟ الداعم الأساسي هما الوالدين، يعني أمي وأبي والعائلة الصغيرة، ثم أصدقائي. يعني أنا في هذا الحجر الصحي كنت يعني لا، آخر فكرة كانت تراودني أن أقوم وأبدأ الرسم، يعني أرجع لهوايتي. لكن هناك أصدقاء شجعوني، يقولون لي أرسم أرسم أرسم، فنضت وخذيت الملح، وكانت كانت شيء جميل. يعني في أنا في هذا الحجر الصحي يعني الناس تعرفوا علي، تعرفوا على الرسم ديالي، انتشرت أكثر، فربما كانت رب ضارة نافعة. وهذا هذه رسالة لكاع الشباب العالم العربي، حنا نستغلوا الوقت. يعني حنا عندنا دابا الآن واحد العملة اللي هي تمن، هي الوقت. نحاول أن نستغلوها، نحققوا داك الشيء اللي ما قدرناش نحققوا من قبل، ونعطوا يعني نبينوا أننا عندنا كفاءات، عندنا ناس اللي قدروا يعني ينافسوا في الإبداع، الناس اللي كنشوفوا تنقولوا واو. وايضا استاذ اسماعيل، احنا عارفين ان السوشيال ميديا من المحركات الاساسيه اللي تحرك عالمنا، فكيف من السوشيال ميديا ساعدتك على انتشار الموهبه؟ السوشيال ميديا والمؤثر المغاربة، يعني كان عليها واحد تطور كبير بالنسبه لي انا. المؤثر المغاربة ربما تعرفون البعض منهم، عادل التاويل او طه رضا فيصل بلوك، فهادو ناس اللي دعموني في البداية. يعني هما كمؤثرين فنشروا ما أفعل، اللي أنهم يؤمنون بموهبتي، نشروا أعمالي مع جمهورهم، وهكذا تعرف علي العديد من الناس. فالسوشيال ميديا حقيقة هي سيف ذو حدين، يا إما تستغل لمصلحتك، يا إما هي تستغلك لمصلحتها وتصبح ضدك. فنحن ما علينا هو أننا نكون مؤثرون إيجابيين في السوشيال ميديا، نحاول أن نوصل رسائل محفزة ورسائل جمالية، رسائل أخلاقية. نعم أستاذ إسماعيل، يوم نسأل أي رسام يوصف لوحاته بأنهم أبناء له من شدة حبه وتعلقه أكيد بنتاجاته، خلينا نقول الفنية، شو هو أكثر عمل محبب لك وأيضا تفتخر فيه؟ هما حقيقة كأبنائي، يعني حتى أنه الرسم عندما أرسمه أحاول أن أدع أنني أخليه على المنيلة أكبر وقت ممكن. فأكثر عمل أنا قريب من قلبي وأحبه هما عملين. هناك عمل بفنان مغربي مرحوم محمد البسطاوي، كان عمل بتقنية عالية، أعطيت فيه كل ما لدي. وكان آخر لوحة اللي رسمت هي الموناليزا، رسمت الموناليزا بالمشي، كانت تجربة جميلة وتفاعل مع الجمهور. يعني كانت شيء جميل أنك تحاول أن تبدع شيء الذي هو من أصعب ما يكون في اللوحة الفطري، بطريقة اللي هي المنح، اللي هي أصعب طريقة لأنك ممكن ترسم بها. وأيضاً أستاذ إسماعيل، إحنا عارفين أنواع الرسم العادي يكون تطغى فيه الموهبة أكثر من الدراسة الأكاديمية، من هذا النوع في الرسم هل تحتاج إلى دراسة أكاديمية أم موهبة أكثر؟ موهبة أكثر، يعني باختصار أنا لم أدرس الرسم أبداً، هي فقط موهبة من عند الله سبحانه وتعالى، اكتشفتها بالصدفة، حاولت أن أطورها. الآن من 2011 على ما أتذكر وأنا أرسم، حاولت أن أطورها، أن أبحث عن طرق جديدة للرسم. يعني الأساس في أي شيء يمكن أن نصنعه هو أن نعتمد على موهبة موجودة. يعني كل واحد فينا عنده موهبة، فقط يبقى الدور بتاعه هو أنه يكتشف الموهبة ويزيد يطورها ويخدم عليها وإن شاء الله. أكيد نورتنا في صباحنا اليوم الرسام إسماعيل أيوي في تطبيق زوم، يعطيك ألف عافية ونتمنى لك كل التوفيق بفنك، فن الرسم على الملح.